تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة عن بدء توزيع مشروع شقق التمليك بمنطقة تبلي. وبين الشيخ عبد الله بن أحمد أن مشروع عمارات منطقة تبلي يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي. وقال وكيل وزارة الإسكان إن إجراءات توزيع شقق منطقة تبلي ستستمر على مدى الأسبوع الجاري، كما أن عمارات هذا المشروع تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من العاصمة، فضلا عن تصميمها الداخلي الذي يأتي ضمن التصاميم الحديثة للجيل الخامس للعمارات السكنية التي تنفذها الوزارة في المدن الإسكانية الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية بمحافظات المملكة. ونوه الوكيل إلى أن توزيع مشروع شقق منطقة تبلي يعد من المشاريع الإسكانية التي تقوم الوزارة بتوزيعها في إطار البرنامج الزمني للوزارة لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة.